وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دير البلح عبد الهادي فرحات الكاتب الصحفي. أرحب بك عبد الهادي، ويعني كيف وأنت تقف الآن بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى وأنت زرت هذه المستشفى، هل لك أن تعطينا المزيد حول الأوضاع الإنسانية داخل القطاع؟ يعني زميلي محمد، في ظل الهجمة الشرسة الإسرائيلية على قطاع غزة ودخولها للشهر 11 اليوم الاحتلال الإسرائيلي، ما زال يواصل عملية النزوح والتشريد لسكان أهالي قطاع غزة. في الآونة الأخيرة تركزت عمليات النزوح والتشريد تحديدا في المنطقة الوسطى، شرق المحافظة الوسطى، مدينة دير البلح وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذه المناطق ربما منذ أكثر من 3 شهور بين الآونة والأخرى جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر عددا من بيانات الإخلاء الفورية يطالب السكان بالتوجه للمناطق غرب قطاع غزة، بالتحديد هذه المنطقة التي أدعى أنها مناطق إنسانية، وما زال يواصل عملية التهجير في سبيل تقليص هذه المساحة الإنسانية التي يعتبرها آمنة، رغم أنها تتعرض كل يوم لمزيد من الجرائم الإنسانية. منذ قبل يومين بالتحديد قام الاحتلال الإسرائيلي بالمطالبة الفورية لبلوك 128، هذا البلوك الذي يحتوي والذي يقع من ضمنه مستشفى شهداء الأقصى، الذي تعتبر المستشفى الوحيد الذي يعمل في جنوب قطاع غزة، علما أن الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم جميع مستشفيات جنوب قطاع غزة. هذا المستشفى الوحيد الذي لم يتم اقتحامه حتى هذه اللحظة، وهو المستشفى الوحيد أيضا الذي يقدم الرعاية الطبية ويقدم أيضا الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أنه يأوي أعداد كبيرة، ربما 7000 نازح كان متواجد داخل هذا المستشفى. وأيضا في محيط هذا المستشفى يوجد 4 مراكز إيواء تأوي أعداد كبيرة من النازحين، ربما 40000 نازحا كان يتواجد في هذه المدارس القريبة من هذا المستشفى، إضافة إلى وجود 3 مخيمات ووجود أيضا مباني كانت عبارة عن كليات دراسية أيضا حولت لمراكز إيواء. كل هذه المناطق بعد عملية الإخلاء وبيان الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري قد نزح هؤلاء النازحون المتواجدين داخل هذه الأماكن، باحثين عن أماكن ربما ليفترسون فيهم خيامهم، الذين تعبوا من أجل الوصول لمناطق آمنة فتوجهوا إلى المناطق الغربية تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي. الآن المشهد في مستشفى شهداء الأقصى ربما لاحظنا نزوح أعداد كبيرة من الكوادر الطبية ومن الجرحى أيضا ومن النازحين، هي شبه مخلاة، لكن إدارة مستشفى شهداء الأقصى منذ الليلة ومنذ البارحة بالتحديد قامت بعمل مؤتمر صحفي أعلنت فيه استمرار تقديم العملية الطبية واستمرار المنظومة الصحية في هذا المستشفى الذي يعمل بأقل الإمكانيات. نتحدث عن حالة النزوح زميلي الذي فاقمت من الوضع الإنساني الكارثي في مدينة دير البلح.